يا ترى كيف تبنى الأمم؟ أكيد سمعنا كتير إنه لازم يكون في اقتصاد قوي، بس يا ترى لو كان هذا الاقتصاد مبني على أوهام، إيه اللي هيحصل؟ الشركات الأهلية كانت حلم جميل، بوابة للتنمية أو كده إحنا اعتقدنا، كنا فاكرين إنها هتكون قطرة بتقودنا لمستقبل مشرق. لكن للأسف الحقيقة مرة، الحقيقة إن هذه الشركات في كتير من الأحيان ما هياش إلا وهم، وهم بيكلفنا كتير. لما بنسمع كلمة شركات أهلية بيجي في بالنا الاستقلالية والمبادرة الفردية، بس هل ده هو الواقع؟ في كتير من الدول العربية زي تونس ومصر والمغرب بنلاقي إن هذه الشركات مرتبطة بالحكومة بشكل أو بآخر، تسهيلات حكومية، قروض ميسرة، قوانين هدفها دعم هذه الشركات. كل ده بيخلينا نسأل، هل دي فعلا شركات أهلية ولا هي مجرد واجهة للحكومة، واجهة بتخفي وراها مشاكل اقتصادية كبيرة؟ في تونس الحكومة كانت بتحلم إن الشركات الأهلية تكون هي الحل لمشكلة البطالة والحل لمشكلة التنمية الاقتصادية، بس للأسف الحلم ده اتحول لكابوس. كتير من هذه الشركات فشلت، الديون زادت، والأزمة الاقتصادية بقت أسوأ. الشباب اللي تعينوا في هذه الشركات ما لقوش إلا البطالة في الآخر. مصر أرض القطن والحرير، تاريخها عريق في الزراعة والصناعة، بس حتى في مصر الشركات الأهلية ما سلمتش من الفشل. شركة قطن مصر مثال واضح على كده، شركة حكومية متدارية ورا شعار الأهلية، فشلت في تحقيق أهدافها واتحولت لعبء على الدولة، ديون بالتثقل كاهل ميزانية الدولة، وموظفين ما عندهم شغل حقيقي. المغرب واحة لسه ما أظهرتش. المغرب بلد عربي تاني راهن على الشركات الأهلية عشان يحقق التنمية، بس حتى في المغرب النتائج ما كانتش مرضية تماما. صحيح في شركات منهم حققت نجاح، لكن لسه في عدد كبير منهم بيعاني من مشاكل كتيرة، مشاكل إدارية ومشاكل مالية ومشاكل فساد. المشكلة الأكبر في فشل الشركات الأهلية هي الديون الكتيرة اللي بتتراكم، ديون بتثقل كاهل الدولة وبتخليها مش قادرة تمول المشاريع التنموية الحقيقية. لما شركة أهلية بتفشل تسد ديونها، الحكومة بتضطر إنها تتحمل هذه الديون، وده بيؤدي لعجز في ميزانية الدولة، وبيخلي الحكومة تقترض من بره بفوائد غالية جدا. وإيه مصير الشباب اللي تعينوا في هذه الشركات؟ اللي راهنوا على هذه الشركات عشان يبنوا مستقبلهم، للأسف كتير منهم بيلاقوا نفسهم من غير شغل تاني، عاطلين عن العمل، محبطين، فاقدين الثقة في وعود الحكومة، وده بيشكل خطر على الاستقرار الاجتماعي والأمني. ووسط كل ده بيكون المستفيد الوحيد هو شبكات الفساد، الشبكات اللي بتستغل الأموال العامة وبتحول هذه الشركات لوسيلة للثراء الفاحش، رشاوي واستغلال نفوذ وتهريب أموال. كل دي ممارسات بتساهم في فشل هذه الشركات وبتزود من حدة الأزمة الاقتصادية. السؤال المهم دلوقتي، هل في حلول؟ هل ممكن ننقذ هذه الشركات؟ ولا خلاص فات الوقت؟ الإجابة صعبة، لكن لازم نبدأ بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكمان لازم نعيد هيكلة هذه الشركات ونخلي إدارتها بشفافية وكفاءة. الحل الجذري يكمن في خلق بيئة استثمارية حقيقية، بيئة بتشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ أموالهم في مشاريع حقيقية، مشاريع بتوفر فرص عمل حقيقية للشباب. الاستثمار الحقيقي هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، مش الاعتماد على شركات أهلية وهمية. المستقبل غامض والشعب مستني، مستني حلول حقيقية لمشاكله الاقتصادية، مشاكل زادت بسبب فشل الشركات الأهلية، فشل كلفنا كتير. فهل نتعلم من أخطائنا ولا هنستمر في نفس الطريق اللي ما بيؤديش إلا لمزيد من الفشل والإحباط؟